الجدل الدائر حول إلغاء سباق الفورميولا 1 في البحرين من عدمه يعيد الأحداث في هذا البلد إلى دائرة الضوء، لا سيما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. دعونا نناقش الأحداث في البحرين، وإذا ما كانت السلطات قد تمكنت بالفعل من احتواء الأزمة إن كان من خلال الإصلاحات أو القمع. هذا بعد أن يعرفنا زميلي محمود القصاص على سؤال الاستفتاء. لليان، تطورات متلاحقة في البحرين تثير الكثير من التساؤلات عن التداخل بين السياسة والرياضة وعن الحدود الفاصلة بين الواجب المهني للأطباء والعمل السياسي. أراء كثيرة سنستعرضها لاحقا، وسنقدم نتيجة السؤال الذي طرحناه للاستفتاء، وهو: هل تؤيد إلغاء سباق الفورمولا في البحرين بسبب الوضع السياسي؟ شاركوا. إليك لي. كونوا معي من الاستوديو بعد قليل. أهلا بكم إلى نقطة حوار جديد مع ليليان داوود. منظمات حقوقية حثت السائقين المشاركين في سباقات الفورمولا 1 في البحرين على مقاطعتها، احتجاجا على ما قالت إنه انتهاكات السلطات هناك لحقوق الإنسان. بغض النظر عما إذا كان هذا القرار قد اتخذ أم لا، إلا أن الوضع في البحرين حتى الآن يثير قلق المنظمات الحقوقية، خاصة وإن الإعلام قد توجه عن متابعة الأحداث هناك. ولكن ما هو مؤكد أن حملات الاعتقال مستمرة، وقد شملت عشرات الأطباء والممرضين الذين تقول الحكومة إنهم مارسوا أنشطة سياسية وأمنية في المنشآت الطبية. في المقابل تقول السلطات إن الأمور مستقرة وقد تمت السيطرة على الاحتجاجات، وأن البحرين مستعدة لاستضافة السباق في آخر شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، في دلالة على أن الحياة عادت إلى طبيعتها. على الأرض خرجت مؤخرا عدة مظاهرات خارج المنامة فرقتها قوات الأمن بعد إعلان السلطات رفع حالة السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ ودعوة الملك لبدء حوار وطني. فهل ترون أن الحياة فعلا عادت إلى طبيعتها؟ وما رأيكم بمحاكمات الأطباء والممرضين التي تتم حاليا؟ هل تجاوزوا نشاطهم الطبي إلى نشاط سياسي كما تقول السلطات؟ أم أنهم قاموا بواجبهم الطبيعي في إسعاف الجرحى في صفوف المحتجين؟ وعلى مستوى آخر، هل تسمح الأوضاع الأمنية والسياسية باستضافة سباق بحجم الفورميولا 1؟ وسائل الاتصال كالمعتاد شاركوني عليها: الأسماس، الهواتف النقالة وكاميرات الانترنت، ودائما على موقعنا bbcarabic.com وصفحتي فيسبوك وتويتر. أرقام الاتصال الهاتفي كما ترونها أمامكم: 0044-207-76-50-211، رسائل النصية للغة العربية على 0044-79-1040-47. أهلا بكم. أتوجه مباشرة إلى الاتصالات الهاتفية، والسؤال الذي نبدأ فيه هذه الحلقة: هل تمكنت السلطات في البحرين من احتواء الأزمة؟ وإذا ما كانت البحرين مستعدة لاستضافة الفورمولا 1؟ أرحب بمجموعة أولى من المتصلين معي، وأبدأ مع محمد من البحرين. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا. محمد، تقول أنه نعم إلى حد كبير عادت الأوضاع إلى طبيعتها في البحرين، لماذا وكيف؟ أولا يعني الأمور تدريجيا قاعدة ترجع للوضع الطبيعي في البحرين، بفضل يعني أنا أقول بكل صراحة يعني الراكز الأساسي، الركيزة الأساسية يعني في إعادة النظام في البحرين هو المجتمع البحريني والشعب البحريني، يعني بجميع طوائفه. يعني إحنا الشعب البحريني يعني عرفنا يعني على مدى السنين بأننا شعب يعني نتحدى الصعاب. انجزنا يعني بانجاز الفورمولا 1 نفسه بحد ذاته هو انجاز يعني عالمي، وانجز في رقم قياسي. فاحنا شعب بحريني يعني متحدي للظروف الصعبه، وكما اجتزنا يعني مصاعب يعني في السابق اكبر، وممكن تكون يعني طبعا يعني ما مرت علينا ازمه في البحرين يعني مثل الازمه اللي مرت علينا، بس يعني انا واثق من الشعب البحريني ان الشعب البحريني قادر على ان يجتاز الصعاب، وبإذن الله مثل ما حققنا إنجاز باستضافة أول سباق فورمولا 1 في الوطن العربي ممكن ننهي هذه المسيرة يعني بكل إشراقة
كل تقدم طيب. إن شاء الله. محمد، إنه عادت الأمور إلى طبيعتها، هل بسبب تشديد القبضة الأمنية أم بسبب تفاهم توصلت إليه السلطات مع المحتجين؟ والله مبدأ الحوار لازال قائم، يعني طلبا من القيادة الرشيدة يعني وعلى رأسهم جلالة الملك. فعلى علينا احنا يعني في هذا الوقت كبحرينيين ان نلبي الدعوه ويعني نجتاز هذه يعني هذه الازمه يعني باسرع وقت ممكن، والحمد لله يعني باذن الله يعني السباق لن يقام يعني في الشهر المقبل يعني في على اكتوبر. على اي حال لم يحسم الامر بعد فيما يتعلق بالسباق، وهناك الان يعني اجواء باتت تشكك بان يصبح هذا الامر حقيقه. محمد ابقى معي. لطيفه ابو الفتح ايضا، اهلا بك لطيفه. يا هلا لطيفة. هناك بعض الأصوات في المعارضة تقول بأنه فليأتي الفورميولا 1 إلى البحرين، وربما هذا سيعطينا الفرصة للتعبير عن مطالبنا خلال هذا الحدث العالمي الكبير. لا، أول شيء أن الوضع السياسي والأمني في البحرين رجع نفس قبل 100% وأحسن بعد. الحين صار عندنا أمان أكثر من قبل، بعدنا نقدر نطلع ونقدر نتم لوقت متأخر حتى سواء كان ويكند أو مو ويكند. المعارضة يوم قالوا إنه يبون يستغلون ذي الشيء، هم أصلاً يعني أحس إن هذي تفكيرهم غلط. لأنه ما إن شاء الله، لأن كل واحد بياخذ جزاته. وإحنا في البحرين ما نعتبر ان عندنا فئه معارضه، يعني حتى لو هم كان عندهم راي بس هم بيعتبرون فئه قليله. بغض النظر، لا اريد فعلا بهذه الحلقه اليوم ان ادخل في هذا الجدل اذا ما كانوا اقليه او اكثريه، ما نعترف به ونعرفه جميعا انه في محتجين خرجوا الى الشوارع، تم اعتقال عدد كبير منهم، قتل 4 منهم في الاحتجاز، هذه الحقائق التي سنتعامل معها. لطيفه، اذا كانت المعارضة تنوي رفع مطالبها مرة أخرى خلال هذا الحدث الرياضي الكبير، هذا يعني بأنه لا زالت المطالب تشبه حالة النار تحت الرماد، أي أنه لم يتم التوصل إلى تسوية أو إلى اتفاق. الملك الحين يوم بادر بمبادرة الحوار يقدرون أنهم يطرحون مطالبهم، مو شرط أن يستغلون حدث الفورمولا. الفورمولا يقدرون أنهم يجون البحرين لأن الوضع الأمني كلش رجع طبيعي، فما أحس أنه في خطر على أي شيء. وماذا عن الدعوة لمقاطعة الفورمولا 1 في البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست؟ بالعكس، ما في شيء يمنع أن الفورمولا في البحرين، لأن كل شيء طبيعي في البحرين، كل شيء الأمن رجع نفس قبل، كل شيء طبيعي، فيعني ولا مانع انه يمنع ان الفورمولا تي، لان ما في خطر على الفورمولا. شكرا لك يا لطيفة، ابقي معي لو سمحت. احمد من البحرين، مرحبا، اهلا بك. سمعت ما قاله كل من محمد ولطيفة، الحياة عادت الى طبيعتها، حتى لطيفة ذهبت الى القول بانه حتى ما في معارضة وهم اقلية. طبعا انا تابعت الاخت لطيفه ابو الفات واشكرها على هذا الكلام، بس الامن لم يعد 100%. ربما عاد الامن في قرى في مناطق التي لم تكن اصلا فيها اي اضطرابات. الاضطرابات كانت موجوده في المناطق الاحتجاجات، في مناطق المعارضه والتي تشكل غالبيه في البحرين. المعارضة تشكل غالبية ساحقة، أقولها ليش بكل شيء. كما ذكرت لطيفة، دعنا نبتعد عن جدل الأقلية والأكثرية يا أحمد، ولكن البعض أيضا يقول بأنه هذا حدث كبير، البحرين يعني تستحق هذه الفرصة للاحتفاء بحدث عالمي يحدث على أراضيها، والمعارضة لديها ربما مخططات لاستغلاله لعرض مطالبها. طبعا طبعا، أنا كمواطن بحريني معارض أنتمي إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة، أكبر تجمع معارض في البحرين، أكبر تجمع معارض في البحرين أنا أنتمي له. لا أعارض لا أعارض وجود الفورمولا في البحرين إقامته، بالعكس هذه فرصة إلى المعارضة إلى إيصال الصورة المناسبة والسلمية التي كانت المعارضة ولا زالت تقوم بها سلمية إلى هذا الجهة.
بخصوص، ولكن هل إقامة الفورمولا في هذا الوقت وتهيئة أجواء الفورمولا في ظل وجود تراجع أمني وفي ظل وجود اعتقالات، لا زالت الاعتقالات قائمة ومصادرة حرية الرأي. في الأمس اعتقال أحد المدونين على الفيسبوك وهو من نفس منطقتي، لأنه كان يدون في الفيسبوك، تم اعتقاله مصادرة مداهمة منزله في وقت متأخر من الليل. هل هذا دعني أتوجه بسؤالك لمحمد الذي قال بأنه طبعا الأجواء تعود تدريجيا إلى طبيعتها. كيف يتماشى حدث بهذا الحجم الفورميولا 1 مع بلد لازالت الاعتقالات فيه سارية يا محمد؟ أختي ليان، يعني الاعتقالات، يعني أنا في رأيي الشخصي، فأنا لست موظفا يعني في أي جهة حكومية أو عضو في أي جمعية سياسية، طبعاً. ولكن يعني لنطبق، يعني مثل لنبسط الأمور ونقول إن يعني أبسط مثال ممكن إن الحكومة قاعدة تطبق مبدأ الثواب والعقاب، عرفتي؟ فيعني لم نسمع قط بأن هناك من اعتقل ولم يكن له ذنب أو لم يكن له أي تدخل، يعني اعتقالات عشوائية. ما هو الذنب الذي ارتكبه الأطباء يا محمد؟ أبداً. ما هو الذنب الذي ارتكبه الأطباء في مستشفى السلمانية؟ أولاً، مستشفى السلمانية يعني معروف عنه ويعتبر يعني أكبر مستشفى يعني في البحرين، عام لجميع يعني البحرينيين من عدة طوائف وليس يعني من طائفة معينة. ف يعني احتكار او مثل او اللي يعني كما اشيع يعني في عده وسائل اخبار ان المستشفى كان مخطوف، يعني هذه شيء يعني ظاهره سلبيه جدا فجميع من شارك، وانا لا اعمم صراحة، لا أعمم. هناك طيب من محمد الأطباء، بالحديث الصراحة عن الأطباء، معنا الآن طبيب بحريني مقيم في الولايات المتحدة دكتور أسامة العرادي. أهلا بك يا دكتور. وسهلا، شكرا. أهلا بك دكتور أسامة. يعني كطبيب وأنت يعني سأضعك في سيناريو، أنت في حالة حرب مع عدو أيا كان هذا العدو، والواجب الطبي يحتم عليك معالجة حتى عدوك إذا لم أكن مخطئة. فما الذي اقترفه هؤلاء الأطباء في معالجتهم للجرحى الذين تعرضوا للضرب أثناء الاحتجاجات؟ نعم، في الواقع وللأسف يعني الشديد، الأطباء في البحرين تعرضوا إلى هجمة شرسة من قبل الحكومة لتشويه وضعهم الذي كانوا لا يحسدون عليه في الواقع. يعني الأطباء في البحرين في الواقع وقفوا مع الشعب ومع الجرحى الذين كانوا يأتون إلى المستشفى بالمئات. نعم، وقفوا جميعا. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن الانتهاكات الصارخة للأطباء والحقوق الإنسان، فهذه لا تعد ولا تحصى. إذا بغينا نبدأ من أول يوم مثلا بدا فيه، عندما تم الهجوم على الدوار اللؤلؤ، كان هناك طبيب اسمه طبيب الدكتور صادق العكري، كان هناك، طبعا كانت هناك خيمه للاطباء حيث كان هناك الاف المتظاهرين، وكان هناك الاطباء لهم وجود هناك. فالدكتور صادق العكري كان موجود وكان يلبس الكوت الابيض اللي هو تبع الطبيب. تم الهجوم ورأوه هناك بكوته الابيض. وتصوري الضرب الشديد الذي تعرض له الدكتور صادق، اغمي عليه، كسر بالانف، كسر ثلاث اضلاع، بيتهاجموا على تقريبا 20. نعم، واضطر الى الركود بالمستشفى تقريبا لمده اسبوع. هذه اولا. بعدين لما يعني الهجمه الشرسه التي يتعرض لها الاطباء في البحرين بما في قيامهم بواجبهم الذي يحتم عليهم قسم الطبيب بما فيه العلاج الجرحى الذين كانوا يأتون بالمئات إلى المستشفى. وطبعا الشيء الذي أخذ عليهم أنهم كانوا يتكلمون إلى وسائل الإعلام، يعني لما يجي الجزيرة مثلا أو أي قناة ثانية
تغطي الوقت، كانوا الأطباء يتكلمون، فكانت هذه فضيحة كبيرة. هذه كلها من الاتهامات التي ساقتها بالفعل السلطات يا أسامة لإدانة هؤلاء الأطباء. سوف نتحدث عن وضع الأطباء تحديدا وكيف ترى المنظمات الحقوقية وضعهم القانوني والإنساني، وذلك الآن مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط وشؤون البحرين بمنظمة العفو الدولية. أهلا بك أستاذ سعيد وشكرا على انضمامك إلينا. اطلعت أو عرفت أن حضرتك تقوم بحكم وظيفتك والمنصب الذي تشغله بزيارات دورية إلى البحرين وتطلع مباشرة على الأوضاع الحقوقية هناك، وربما قابلت أيضا بعض الأهالي أهالي المعتقلين. أيوة. انقل لنا لو سمحت الصورة من وجهة النظر الحقوقية. يعني احنا كمنظمة يعني مشينا الى زرنا البحرين يعني السنة هذه مرتين، واخر مرة كانت في بداية شهر ابريل شهر 4، وكان بالفعل كانت فيه فرصة يعني انه نلتقي بعدد كبير من الـ من الـ من الـ الناس، سواء كان مسؤولين في الحكومة او مثلا اهالي معتقلين، نشطاء في مجال حقوق الانسان، صحفيين، يعني جهات مختلفة يعني. في بعد الزيارة الثانية يعني احنا يعني نشرنا تقرير عن الانتهاكات اللي بتحصل يعني في البحرين، واحنا كمنظمة المنظمة يعني قلقة جدا حاليا بما يحصل بالانتهاكات اللي تحصل في البحرين بما فيها الاعتقال المئات من الأشخاص، النشطاء السياسيين او حتى بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان. كذلك فيه ادعاءات خاصة بالتعذيب، في حالات وفيات بالسجون، فيه لحد الآن فيه 4 حالات يعني خاصة بالوفيات، فيه عدد من العدد لا بأس به من المعتقلين اللي تم تقديمهم إلى محاكمات أمام المحاكم العسكرية. بعض من هؤلاء يعني قال انه تم تعذيبهم وسوء معاملتهم في هل تمكنتم من لقاء المعتقلين انفسهم استاذ سعيد؟ المعتقلين انفسهم لا، لانه يعني احنا من شهر 4 يعني لم نذهب مره ثانيه، يعني رغم انه احنا طلبنا في الفتره الاخيره اننا نذهب كمنظمه يعني نريد نبعث مراقب لحضور جلسات المحاكمات امام المحاكم العسكريه، لكن للاسف الشديد لحد الان يعني لم يصلنا يعني رد من الحكومة. ماذا عن المحامين؟ محامو هؤلاء المعتقلين احنا على اتصال، ومن يعينهم على فكره؟ احنا على اتصال ببعض النشطاء، ولكن كذلك ببعض افراد العوائل او عوائل المعتقلين. احنا مثلا في قبل يومين يعني كما تعرفون كان فيه جلسه خاصه بالاطباء مثلا، المنظمة قلقة جدا بما أدلى به الأطباء والممرضين في قاعة المحكمة، أنه لأول مرة يعني بعد تقريبا شهر كامل أو أكثر من شهر من الاعتقال، أول مرة يسمح لهم بمقابلة محاميهم، وكانت هذه المرة يعني كانت في قاعة المحكمة يعني، وكانت في نهاية الجلسة يعني. هؤلاء المحامون هل هم من النشطاء أم تعينهم الدولة لا، هؤلاء المحامين هم محامين يعني عوائل المعتقلين، وهم اللي يعني عينوهم يعني. نعم. يعني هذا شيء خطير جدا يعني، لأنه هل واجهتم أستاذ سعيد بكل هذه الحقائق؟ هل واجهتم السلطات والحكومة في البحرين بكل هذه الحقائق؟ احنا واجهناهم يعني، كان عندنا لقاءات معهم في الفترة الأخيرة لما وفد المنظمة ذهب هناك يعني في شهر 4، يعني واجهناهم بالحقائق يعني، كذلك أرسلنا لهم تقاريرنا، نرسل لهم رسائل، لكن يعني للأسف الشديد يعني ما فيه يعني تجاوب كبير من السلطات، وفيه يعني احنا مش المنظمة. هل ينكرون قضايا التعذيب؟ هل يعطون تفسيرات على كل هذه الاعتقالات التي ذكرتم بتقريركم انه وصلت الى 500 حالة اعتقال ووفاة 4 بالاحتجاز؟ يعني كيف يفسرون؟ ما هي التبريرات التي يعطونها او الاجابات؟ هو التبريرات بخصوص المعتقلين يقولوا انه هؤلاء يعني لو الواحد ينظر الى
مثلا الاتهامات التي توجه الى هؤلاء النشطاء الذين شاركوا في المظاهرات في شهر 2 و3، يعني كل الاتهامات هذه يعني محاوله تغيير نظام الحكم، يعني حتى اذا مثلا واحد انتقد الحكومه او انتقد مثلا شخصيه في الحكومه، يعني هذه في يعني في معظم الدول، معظم دول العالم، وفي بالاخص في الاتفاقيات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان، هذه تعتبر حريه تعبير. يعني انا مثلا امشي في مكان معين مثلا، و يعني انتقد مثلا سياسه معينه او اطالب بمطالب سياسيه، هذا حق من الحقوق الاساسيه. يعني اذا هي ليست بالفعل كما يقال انه تجاوزوا صلاحيات، يعني انت هل افهم منك انه ما كان في اساس للاتهامات التي قالت انهم تجاوزوا صلاحياتهم الطبيه ودخلوا بانشطه امنيه وسياسيه؟ هو اذا فيه مثلا، اذا هؤلاء الاطباء متهمون بتهمة يعاقب عليها القانون الدولي، يعني احنا ما عندنا مشكل في هذا. مثلا اي واحد يعني يتهم يقوم بجريمة يعني يعاقب عليها القانون الدولي، لكن يجب ان مثلا توفر له يعني كل الظروف الخاصة بالمحاكمة العادلة، وكذلك لا يجب تعذيبهم، ولا يجب مثلا سوء معاملتهم، ويجب توفير لهم مثلا محامين ومقابلة محامين بطريقة مستمرة، وتكون المحاكمة وإجراءات المحكمة عادلة تنطبق مع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة. لكن احنا كمنظمة عندنا كذلك موقف بخصوص المحاكم، هي تعتبر محاكم عسكرية في الحقيقة، يعني التحقيق يجري أمام النيابة العسكرية، قاعة المحكمة في داخل بناية عسكرية، رئيس المحكمة قاضي عسكري. يعني فيعني من المفروض أنها بما أن هؤلاء هم مدنيين، يعني لازم يعني يحاكمون امام قاضيهم الطبيعي، وهو القاضي المدني، يعني او محاكمه مدنيه. طبعا القرارات التي تصدر عن المنظمات الحقوقيه الدوليه هي ليست بالقرارات الملزمه، ولكن هناك اساليب ضغط تحاولون من خلالها ربما توجيه هذا الضغط باتجاه لفت الراي العالمي. هل تعتقد انه ربط الأحداث في البحرين بسباق الفورميولا 1 والدعوة وإن كانت غير مباشرة لمقاطعة هذا الحدث لأجل ملف حقوق الإنسان في البحرين قد يساعد بإلقاء المزيد من الضوء على القضايا الإنسانية هناك؟ هو في الحقيقة يعني موقف المنظمة من الفورميولا 1، يعني أنه المنظمة ما عندها موقف بخصوص هذه القضية هذه، لكن القرار الذي أدى إلى تأجيل السباق في البداية، يعني ظروف القرار ما زالت موجودة، يعني بل بالعكس هناك فيه أزمة، يعني أزمة خاصة بحقوق الإنسان، ولهذا يعني القرار هذا القرار الذي اتخذ يوم أمس أعتقد بإلغاء السباق في شهر أكتوبر، يعني هذا يعني قرار خاص بالجهة اللي المنظمة. هو القرار لم يتخذ حقيقة بعد في الإلغاء، هناك مشاورات وجدل حول هذا الأمر، وقد انقسمت يعني حتى الجهة المنظمة حول ضرورة إلغائه أو لا، لم تحسم بعد. ولكن يعني البعض يرى أنه هذا الأمر سيف ذو حدين، إما أنه بالفعل يعني دليل على أنه عودة الحياة الطبيعية إلى البحرين كما تقول السلطات، أو هو فرصة للمعارضة لعرض مطالبهم بظل وجود اهتمام يعني عالمي بالبحرين تحديدا. هو احنا اللي همنا هو الواقع الحقيقي، الواقع في الخاص بحقوق الانسان، يعني ما دام انه ما زالت الانتهاكات بتحصل يوميا، يعني انا في رايي يعني الحل الامني ما راح يعني يكون يعني حل المشاكل. يعني لهذا احنا كمنظمه، منظمه العفو الدوليه، تطالب السلطات البحرينيه بانها تفرج عن كل السجناء المعتقلين الذين لم يستخدموا العنف ولم ينادوا باستخدام العنف، وكذلك التحقيق في كل مزاعم التعذيب، والتحقيق في حالات الوفيات بالسجون، والتحقيق كذلك في قتل المدنيين اللي حصلت في شهر 2 وشهر 3 من السنة هذه. هل تراهنون على استجابة السلطات لهذه المطالب سيدي؟ والله احنا نتمنى ذلك، يعني لو نبقى كذلك نحث الحكومة البحرينية باتخاذ الإجراءات اللازمة. يعني أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سعيد بومدوحة، الباحث في قسم الشرق الأوسط لشؤون البحرين بمنظمة العفو الدولية. شكرا.
أتابع معكم الاطلاع على المزيد من مشاركاتكم المصورة. مشاركة من أنس أبو هندي من البحرين نستمع إليه. إذا كان من خلال حديثي هذا هل تستطيع مملكة البحرين العربية تنظيم سباق الفورمولا واحد برهان ودليل على عودة الحياة إلى طبيعتها في مملكة البحرين؟ فأقول نعم وألف نعم، فالبحرين آمنة بفضل من الله تعالى، ثم قيادتنا الرشيدة وشعبها الوفي المخلص الذي استطاع أن يقف أمام الفئة الضالة، وأكبر دليل على رجوع الحياة الدراسية إلى طبيعتها في جميع المؤسسات التعليمية وبما فيها جامعة البحرين الذي يبعد أسوار مبانيها عن مبنى الفورمولا واحد مجرد أمتار معدودة. ويكفي أن الإحصائية التي أعدت قريبا أن ما يقرب عن 150 ألف مسافر عبروا حدود المملكة في خلال شهر ونصف تقريبا من جميع الجنسيات العربية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، دليل على أن البحرين سترجع إن شاء الله بقوة في الحياة الطبيعية وكذلك السياسية والتجارية وجميع الأمور إن شاء الله ترجع طبيعتها. أنس أبو هندي يرى أن استضافة السباق هو دليل على عودة الحياة الطبيعية. مشاركة أخرى من عبد الحميد حكيم من السعودية نستمع إليه. على النظام أن يكرر مبدأ العدالة الاجتماعية والاستفادة من أخطاء الماضي، وعلى المعارضة أن تجعل الخلاف مع النظام داخل البيت البحريني بحيث لا تجعل للخارج أي يد للتدخل لتنفيذ أجندة سياسية وتستخدم المعارضة لتنفيذ مكاتب سياسية لها. إذن لابد من الحوار الوطني ولابد من تقديم تنازلات كبيرة من الطرفين، لأن التنازلات مهما كبرت التنازلات فإنها تتقدم أمام مصلحة الوطن. عند ذلك يكون البحرين مستعد لاستضافة أي بطولة ويكون البحرين وطن يحيا به الجميع بكل محبة. أما عن محاكمة الأطباء البحرينيين في معالجة المتظاهرين، فأعتقد أن الطب هو رسالة إنسانية، ومن يحاكم الطبيب على أداء رسالته الإنسانية فهو يجب أن يحاكم بتهمة الغباء السياسي وبتهمة أنه مجرم حرب. عبد الحميد في رسالته دعا الطرفين للحوار واعتبر أن الأطباء يجب أن يحاكموا بتهمة جرائم الحرب. يجب أن أنوه إلى أننا لم نتمكن من الحصول على رسائل مصورة من قبل معارضين لأنهم اعتذروا عن ذلك خوفا من الملاحقة وخوفا على سلامتهم وأمنهم كما أخبرونا. الآن إلى مشاركاتكم على موقعنا الإلكتروني والتي يتابعها اليوم زميلي محمود القصاص. محمود، دعنا نبدأ بالآراء المشاركة حول إمكانية إجراء الفورمولا 1 في البحرين. ليليان، هناك فريق يمثل أغلبية المشاركين في الحوار على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك يرى أن الوضع في البحرين لا يسمح بإقامة سباق الفورمولا، وذلك نظرا لاستمرار الحصار الأمني لمناطق والقرى المعارضة واستمرار التوتر رغم رفع حالة الطوارئ أو السامة الوطنية كما تسميها السلطات في البحرين. لكن هناك رأي آخر يمثل أقلية المشاركين يؤيد إقامة السباق لكي يستفيد الاقتصاد البحريني من العائدات المالية الكبيرة لهذا السباق من جانب، ولكي يعرف زوار البحرين أن الأمور قد استقرت بعد الأزمة الأخيرة من جانب آخر. طيب، هل تشاركنا ببعض النماذج عن هذه الآراء محمود لو سمحت؟ نعم، محمد كاظم من مدينة الزهراء في البحرين كتب إلينا: من يتكلم أن البحرين رجعت للوضع الطبيعي وأن حالة الطوارئ انتهت قبل موعدها بسبب ذلك فهو إما واهم وإما يتجاهل الحقيقة، وذلك لأن أغلب القرى والمناطق ذات الأغلبية المعارضة تعيش تحت حصار أمني، كما أن نقاط التفتيش أصبحت أكثر مما كانت عليه وقت ما يسمى بالسلامة الوطنية، ولا زالت الاعتقالات والحملات الأمنية مستمرة. حسين من المنامة كتب إلينا: نحن كشعب بحريني لا نرفض مشاركات الرياضيين في البحرين، لكن الوضع الراهن لا يسمح بهذه المشاركات. الكثير من الرياضيين يقبعون في السجون فقط لأنهم شاركوا في مسيرات معارضة، فهل يرضى الرياضيون أن يشاركوا نظاما يقوم بإقصاء الرياضيين؟ ورسالة مختلفة من جودنا البحرين تقول فيها: رجوع السباق للبحرين بحد ذاته يؤكد رجوع الحياة إلى طبيعتها والحمد لله. نعم، نريد للعالم كله أن يأتي ويرى مدى جمال بلادنا ومدى تطورها ومدى الأمن والأمان الذي نعيش فيه.
وأخيرا من على صفحتنا على الفيسبوك كتب صلاح يوسف: الأوضاع مستقرة في البحرين والأمن مستتب بفضل الله أولا ثم بفضل قوات الأمن ودرع الجزيرة، ومن يريد أن يعبث بأمن البحرين فعليه أن يتحمل المسؤولية عما يجري له وكل ذلك بقوة القانون. طيب محمود، أيضا قضية أخرى مثيرة للجدل وهي اعتقال عشرات الأطباء والممرضين الذين عالجوا الجرحى في مستشفى السليمانية، كيف علق المشاركون على هذا؟ نعم ليان، نفس الانقسام الذي تحدثنا عنه ينطبق على هذا الجدل أيضا. كل من يرى أن المعارضة محاصرة وأن الأوضاع غير مستقرة ينتقد بشدة محاكمات الأطباء والممرضين. على النقيض، كل من يؤيد الحكومة يرى أن الأطباء يستحقون المحاكمة لأنهم تخطوا الحد الفاصل بين العمل الطبي والعمل السياسي من وجهة نظرهم. سأقرأ مشاركتين تعبران عن هذين الاتجاهين. من جاسر جارالا على صفحتنا على الفيسبوك: كيف يمكن للسلطة أن تفسر ظاهرة ملخصها أن طائفة بعينها على اختلاف وتنوع طبقاتها الاجتماعية تتعرض لعشرات الأصناف من الاستهداف، أطباؤها مجرمون ومعلموها محرضون وطلابها مخربون ورموزها عملاء وأتباعها مثير شغب ومساجدها غير مرخصة. وأخيرا حنيم المحرق: نعم يستحق الأطباء والممرضين المحاكمة، فقد استخدموا الكذب والخداع لإيهام العالم بوقوع أعداد من القتلى والجرحى أكثر من الحقيقة، ناهيك عمن انتحلوا مهنة الطب ومارسوها وهم غير مرخص لهم بذلك. يبقى أن نتعرف مرة أخرى على سؤال الاستفتاء وعلى نتيجته لو سمحت. نعم، السؤال الذي طرحناه للاستفتاء هو: هل تؤيد إلغاء سباق الفورمولا في البحرين بسبب الوضع السياسي؟ النتيجة هي 43% قالوا نعم، 57% قالوا لا. إذن محمود 43% نعم و 57% قالوا لا. شكرا لك يا محمود. أنتقل مرة أخرى إلى المشاركات الهاتفية لأرحب بمجموعة جديدة من المتصلين معنا اليوم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع أبو خالد من المحرق. أهلا بك أبو خالد. مرحبا أختي. أهلا وسهلا، تفضل. أنت تقول بأنه مفيد أن يرى العالم الذي يجري في البحرين، هل تقصد بذلك مستغلين هذا الحدث العالمي سباق الفورميولا 1؟ لا والله، بقينا بس على الأقل العالم يشوف شنو صاير في البحرين من الوضع الأمني. حاليا الوضع الأمني كلش مستغر، مو نفس قبل. يعني قبل يمكن المتظاهرين يعني كان على الدوار مجلس التعاون، كنا ما نقدر نطلع، الكل كان خايف، حتى ما قدرنا نروح أشغالنا. الحين الحمد لله الوضع مستقر، نطلع ونروح ونرجع، نحس بأمان كثير، ما يتقارن مع الوضع القبلي، خصوصا الحين وإن الملك دعا للحوار، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة وأول الشهر القادم إن شاء الله نشوف المعارضة تقعد على طاولة الحوار ونناقش مواضيع واختلافاتنا. ترى كل البحرينيين، كل البحرينيين يوافقون على الأقل 90% من مطالب المعارضة. اللهم بس الطالب يعني الديماندز مالتهم اللي نشوفها صراحه خارج الاطار. مثل ماذا يا ابو خالد المطالب التي هي خارج الاطار؟ مثلا اسقاط النظام. يعني يا اختي وضعنا في البحرين ما يتقارن كلش مع مصر، ما يتقارن مع تونس، الحمد لله اللي اي واحد يجي البحرين يشوف احنا بخير. احنا نطالب اشياء بسيطه، مثلا زياده المعاشات، حتى الاراضي والبيوت الحكومه تعطي بلاش، شبه بلاش للمواطنين. ما اعتقد دوله ثانيه تعطينا هاللون. ويعني اوضاعنا الحمد لله بخير، ما تتقارن كلش مع الدول الثانيه اللي صارت فيها المظاهرات والانقلاب على الحكم. مطالبنا بسيطه جدا، وان شاء الله نقدر نتحاور عليها على طاوله الحوار. ما في داعي لهالاكستريمزم، فرض الناس اللي ما تروح الدوام. نعم. وتعدي حقوق. طيب. رواد من ثانيه. في محمد معنا ايضا من المنامه، لا اعتقد انه يتفق معك في هذا الراي يا ابو خالد، تفضل يا محمد. الو، ايوه محمد تفضل. بس ماري اخوي، ماري من وين جاب معلومه ان الاراضي مجان في البحرين؟ لان اصلا اراضي ما في، فماري شلون يعني. طبعا اولا المطالب اللي طلع فيها اصحاب الدوام مثل ما قال الاخ هي مطالب سياسيه، ما هي مطالب بيوت واراضي وزياده رواتب. هذه تأثير مثل ماذا يعني؟ مثل تغيير النظام كما قال أبو خالد؟ لا لا لا، أكثر من 90% من المطالبين هم مطالبين بإسقاط الحكومة، بإسقاط رئيس الوزراء. هذا 90% من المطالبين مطالبين بملكية دستورية اللي نص عليها الميثاق.
الميثاق مذكور فيها ملكية دستورية، ما أدري هل الملكية الدستورية بتعريف البحريني النظام البحريني ما يكون فيها رأي الأغلبية الشعب إنه بإمكانهم اختيار رئيس وزرائهم. هاي ما أدري، ما في دولة دستورية في العالم ملكية دستورية لا يكون فيها رئيس وزراء منتخب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن أي أمن يتكلم عنه، هل الأمن عن طريق زج آلاف المواطنين في السجون أو فصل الناس من أعمالهم، أكثر من 2000 شخص تم فصلهم من عملهم فقط لتوجهاتهم السياسية، أو الأمن عن طريق اغتصاب النساء ورمي النساء في السجون ومحاصرة المناطق المعارضة بشكل مخيف، يعني بحيث أن أنت تطلع تتعرض لتفتيش تدخل تتعرض لتفتيش. إذا كان هذا الأمن يعجبه فالبطولة حتى في كوبا ممكن نسويها يعني. مو بس في كوبا، حتى في ليبيا الحين نقدر نسويها، نسوي لهم 1 كيلو متر سكوير كله طيب. جيش وسووا. إذا يا أبو محمد، يا محمد أنت تقول بأن الحياة لم تعد إلى طبيعتها، دعنا نتعرف أكثر على تعريف ربما ما هي الحياة الطبيعية، وذلك من ضيفتنا عبر خدمة سكايب من البحرين الأستاذة سميرة رجب الكاتبة الصحفية وعضو مجلس الشورى البحريني. أستاذة سميرة تفضلي. أهلا بك وشكرا على انضمامك إلينا. نعم سيدتي تسمعينني. طيب سيدتي، عندما تقول السلطات بأنه الحياة عادت إلى طبيعتها، كيف ذلك وما زال المعتقلون في السجون؟ ما زالت حتى الآن تتم اعتقالات جديدة، تتم محاكمة أطباء أمام محاكم عسكرية. الآن قبل قليل كان معي الأستاذ سعيد بوحمود من منظمة العفو الدولية، قال إن الأوضاع لم تتحسن فيما يتعلق بموضوع ملف حقوق الإنسان. هو يعني أنت سألتي أكثر من سؤال. أولا الوضع الأمني على المستوى المجتمع والبحرين عاد إلى طبيعته والأمن مستقر. رقم اثنين، هناك حالة مرت بها البحرين، أزمة استدعت للدخول إلى حالة السلامة الوطنية لإرجاع الأمن للبلد بشكل عام. هذه الحالة تطلبت السيطرة على بعض الأفراد اللي انتهكوا القانون ودخلوا في معالجات أمنية خطيرة في البلد، أدى إلى أهم نقطة وهي المواجهة الطائفية. كنا على وشك دخول في مواجهة طائفية، وهذا هو يعني العنف بشكل السلمي كما يتصورون. فهؤلاء الأفراد اليوم في يعالج أمرهم في محكمة السلام الوطنية، فيها قضاء، ثلاث قضاء، قاضي عسكري وقاضيين مدنيين، ويتم اتباع كل الإجراءات المدنية في هذه المحاكم من مرافعات دفاع ونيابة عامة والوصول إلى الاستئناف وإلى محكمة التمييز، وأمورهم تسير بحسب إجراءات أي محكمة مدنية. طيب أستاذة سميرة، ذكرتي حضرتك قبل محاكمات مفتوحة لكل من يريد أن يدخل من الشارع لمراقبة هذه المحاكمة. طيب سأدخل معك بتفصيل أكثر حول هذه المحاكمة، ولكن ذكرت أن هؤلاء قاموا بخروقات أمنية. السلطات البحرينية أيضا اعتمدت الخطة الأمنية وقمعت الاحتجاجات بطريقة أثارت انتقادات دولية حتى من قبل حلفاء البحرين. هل ما تقولون أنه عودة حياة طبيعية هو بالفعل إرساء لخطة إصلاحية، أم هو نجاح القمع في رد المحتجين من الشارع؟ الدولة لم تتدخل لإنهاء هذه الاحتجاجات إلا عندما وصلت، حتى وصلت هذه الاحتجاجات إلى حد الخطر، حد المساس بالأمن السلمي. هذا يجب أن يؤكد، يعني لا يمكن أن يؤخذ الكلام من طرف واحد. كل فرد في البحرين بدأ يشعر بالخطر على سلامته الشخصية، على أسس طائفية، فهذا كان من الواجب على الدولة ومسؤولية الدولة حماية أمن المواطنين والمجتمع بشكل عام. هذا موضوع
يعني لا نستطيع احنا الشعب البحريني ان نجادل فيه لان عشنا فيه لحظه بلحظه. اذا يجب ان يكون هناك شيء يعني دوله تتدخل في مرحله من المراحل لاستتباب الامن. الان مع استتباب الامن هناك معالجه صريحه للدخول في الحوار للبحث في كل المطالب التي طرحت، وهناك نية صادقة من جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار. هل سيكون كجزء من هذا الحوار يا أستاذة سميرة أيضا محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين في دوار اللؤلؤ عندما كانوا مع عائلاتهم وأسرهم؟ وما نقلته وسائل الإعلام، رأينا أطفال كانوا في دوار اللؤلؤ حين تم استهدافهم في 4 صباحا. هل سيتم الحديث عن معاقبة المسؤولين عن ذلك؟ أجل نعم، أنا أؤكد لك راح يتم الحديث حول كل هذه النقاط على أن تكون الأحاديث مثبتة بأدلتها الصادقة. هذا راح يكون جزء من الحوار، وسنضغط أن يكون هذا الموضوع جزء من الحوار أمام كل وسائل الإعلام العالمية. نحن نريد أن نخرج حقائق للعالم، الحقائق التي زيفت نريدها أن تخرج للعالم. أنا شخصيا ككاتبة صحفية في البحرين سأضغط في هذا الاتجاه لإحضار كل هذه القضايا على طاولة الحوار، ولدعوة كل المنظمات الحقوقية التي قالت الكثير عن البحرين، ودعوة الإعلام الدولي لحضور هذا الحوار مع ترجمة للغاتهم ليستمعوا لكل الحقائق. أنا أعتقد أن بحاجة أن نوضح كل هذه الأمور ونثبت الصح من الخطأ ومن مارس القمع. نعم. طيب أستاذة سميرة، حضرتك ذكرتي قبل قليل عندما سألتك عن الأطباء أنه يعرضون على محكمة وأنه محاكمتهم ستكون عادلة لأنهم ارتكبوا ما قلت خروقات أمنية خطيرة ذات طابع طائفي. معي الآن عبر الهاتف الأستاذ أو عفوا الدكتور قاسم عمران، وهو كان طبيب داخل مستشفى السلمانية، هو الآن يجب أن أنوه خارج البحرين، تمكن من الخروج من البحرين. دكتور قاسم أهلا بك وسهلا. ما هي الخروقات الأمنية الخطيرة التي قام بها الأطباء وذكرتها السيدة سميرة قبل قليل؟ بكلمتين، لا توجد خروقات أمنية. إذن لماذا تم اعتقال الأطباء والممرضين؟ لموقف سياسي بالأساس. كيف عبر عنه لهذا الموقف السياسي؟ كيف عبر عنه؟ نعم، كيف عبرتم عن هذا الموقف السياسي الذي تقول أنكم تعاقبون عليه؟ بالضبط، أنا أقول لك ليش. يعني الأطباء طبعا مثلهم مثل أي مجموعة ثانية مهنية ثانية في البحرين كانوا يتعاطون ويشوفون الوضع في البلد شلون قاعد يصير. من 14 فبراير لما كانت فيه بدأت الحركة، حركة 14 فبراير، كانوا مثلهم مثل غيرهم دخلوا على يعني في حلبة الصراع وتم استهدافهم تاريخ 17 فبراير أي يعني 17 فبراير اللي هو يوم الثالث من الحركة. نعم. تم الهجوم على الدوار في فجر الخميس 17 فبراير. الأطباء كانوا استرعوا يعني في حالة استدعاء تمت باعتبار عدد الجرحى الكبير الذي صار، دخلوا في يعالجون المرضى في الطوارئ وبعضهم في العناية المركزة وبعضهم في غرف العمليات. يعني كان مشغولين في يعني معالجة المرضى. على الساعة تقريبا 10 و11:30 بدأت تتعالى أصوات من أهالي المرضى إن ما مش فرق إسعاف، وين الإسعاف؟ في جرحى موجودين بالدوار، في جرحى من في أماكن ثانية موجودة. يسألون وين الإسعاف؟ ما يمكن. دكتور قاسم، عشان استغل الوقت مع حضرتك ومع الأستاذة سميرة رجب، يعني هناك اتهامات محددة وجهت للأطباء بأنكم بالغتم في نقل الأحداث لوسائل الإعلام، بأنكم حرضتم المعارضين على العنف، بأنكم كنتم جزء أيضا من عملية سياسية، يعني تخطيتم صلاحياتكم الطبية كأطباء وأصبحتم مشاركين سياسيين في تلك المعارضة. لم يكن ذلك، يعني كان مثل ما قلت لك احنا كان موقفنا الاساسي هو كان يعني
الموقف الذي اتخذته السلطات من الأطباء باعتبارهم على يعني موقف سياسي بالأساس، لأنهم وقفوا ضد منع فرق الإسعاف من الوصول للجرحى. هذا موقف يعني إنساني كان لازم يقف الأطباء. وهل أفهم أنه أنتم يعني تعاقبون الآن لأنكم عالجتم المرضى وساعدتم بإيصال سيارات الإسعاف لهم؟ لا، يعني إحنا وقفنا ضد هذا المنع الذي قامت وزارة الصحة. وزارة الصحة تعتبر جزء من الحكومة، والحكومة تعتبر أن ما دام هناك في هجمة أمنية على متظاهرين الأطباء يجب أن يقفوا جانبا. طيب دكتور قاسم ابقى معي، أعود للأستاذة سميرة رجب. شكرا. نعم شكرا دكتور، سأعود لك، ولكن يعني حينما أستمع إلى رد الدكتور الأستاذة سميرة رجب تفضلي. سيدتي خلي فقط أذكر لك المستشفى السلمانية هو المستشفى العام في البحرين، أكبر مستشفى في البحرين، فيه حوالي ألوف من الأطباء البحرينيين والطبيبات البحرينيات. 99% من هؤلاء الأطباء هم من الشيعة الذين تعلموا في البحرين على حساب دولة البحرين من المرحلة الابتدائية إلى آخر مرحلة كاستشاري متخصص. عفوا دكتورة أستاذة سميرة، ولكن أنت تتحدثين عن بحرينيين، لا تتحدثين عن لاجئين. نعم حقنا علينا، هذا حقنا على الدولة أن نحصل على كل هذه المميزات، هذه حقوقنا حصلنا عليها. فلذلك أكد لك ما حصل في البحرين كان أداء من قلة قليلة جدا من أطباء البحرين اللي شوهوا مهنة الطب، أساءوا للطب حقيقة. عملوا واعترافاتهم موجودة مسجلة، وبإمكان أن كل الحقوقيين والإعلاميين أن يأتوا على مسؤوليتي الخاصة وبدعوة الخاصة إلى البحرين لمقابلتهم للحديث حول هذا الموضوع. طيب قبل الإعلام أستاذي سميرة، لماذا لم تسمحوا لهم بلقاء محاميهم سوى أثناء الجلسة وفي آخر الجلسة، جلسة المحاكم الأولى؟ هذا غير صحيح، المحامين موجودين معهم، المحامين المدافعين موجودين في محاكماتهم، التقوا أهاليهم، التقوا بعض الحقوقيين. هناك تدليس في هذا الموضوع، يعني ما قاله السيد سعيد بومدوحة لم يكن صحيح، هذا كذب، هذا تدليس كما تقولين، وهو من منظمة العفو الدولية. لربما لم يلتقي بهم هو شخصيا، ولكن الدفاع موجود، ومن أول يوم لهم حق اختيار محامينهم، وهم من يقدمون مرافعاتهم في المحكمة أمام القضاء، وهم اللي يدافعون عنهم، وأهاليهم موجودين في القاعة. طيب. ويستطيعون أن يلتقوا بهم. علينا أن نعرف ماذا عملوا هؤلاء الأطباء، هذه نقطة مهمة جدا ليعرف العالم. ماذا عن الناشط عبد الهادي خواجة، والذي قالت منظمة Human Rights Watch بأنه تعرض للتعذيب، وهو واحد من بين 14 متهم الأكثر نشاطا في المعارضة، وتم اتهامه بمحاولة قلب النظام، تمكن بعد شهر من احتجازه، تحدثت إليه زوجته وابنته، وكان مصاب بثلاثة كسور في الوجه، منها كسر حاد للفك، واضطر للخضوع لعملية جراحية. ماذا عن هذا الناشط؟ سأتكلم عن هذا الموضوع، فقط أريد دقيقة واحدة لأشرح أبشع ما تم من خلال الأطباء. الأطباء سيطروا على جزء من هذه المستشفى، الجزء الحيوي للمستشفى، وقلبوه إلى قيادة للحركة الاحتجاج في الشارع. مارسوا داخل هذه المستشفى عمليات تضخيم صور الضحايا وتشويه بعض الضحايا، وإدخالهم في عمليات لإجراء جراحات أدت لوفاة شخصين بين أيديهم بدون أي داعي. هذه الأقاويل كلها مسجلة في دقائق الأمور من خلالهم في هذا الكلام. أحتاج إلى رد منه من الدكتور قاسم عمران، هل هذا ما حدث سيدي؟ هل سيطرتم على هعود إليك أستاذي سميرة عشان أسمع ردك بالنسبة لعبد الهادي الخواجة. سريعا دكتور قاسم، هل استخدمتم المستشفى لإدارة عمليات سياسية، وهل مات بين أيديكم 2 من الجرحى لأنكم أخضعتون لجراحات غير ضرورية؟ أنا أرجوك بس تسمح لي أتكلم شوية في الموضوع هذا. النقطة الأولى، أنا أول شيء طبعا شفتين انحراف أو سعة الفجوة بين تصريح منظمات حقوق الإنسان وتصريح الأخت
رجب. سميرة رجب، نعم السيدة سميرة رجب. فارق شاسع. وليش أنت قلتي نفس الفارق بين ما تصرح به وما كنا نفعله من واقع حقيقي إنساني بحث. طيب رد يا دكتور قاسم لو سمحت على ما قالته أخيرا الدكتورة لأن الوقت عم بيداهمنا. نعم الجرحى اثنين عندنا اللي قتلوا، أنا استغرب يعني واحد أصيب بطلق ناري مباشر برصاصة في مخه، زين هذا لما حاول الجراح ينقذه، الجراح اللي حاول إنقاذ هذا الجريح يعاقب ويعتقل لأنه حاول إنقاذ هذا الجريح، رصاصة بالمخ شلون بيقتل المريض؟ هذا جاي يحاول ينقذ المريض، هذا الجراح الكبير دكتور نبيل حميد يعتقل ويعذب في السجن اليوم حتى يقر بأن ما فعله كان غلط، بينما الجندي الذي أطلق الرصاص على هذا الشهيد طليق، جريح آخر اللي هو أبو تاكي هذا جرح في يوم الأول للهجوم تاريخ 17 فبراير وأصيب بتهتك شديد في الأوعية الدموية عند في منطقة الحوض. دكتور صادق الذي حاول إنقاذه وقضى ساعات في غرفة العمليات مع محاولة إنقاذه، هذا يعتقل ويعذب واليوم هو معتقل زين وهو رئيس وحدة الأوعية الدموية، بينما شكرا يا دكتور قاسم، شكرا على اعطائنا وجهه نظرك انت في القصه. اعود لك سريعا دكتوره بعد معي دقيقه كي اختم البرنامج. استاذه سميره تفضلي. انا من خلال برنامجكم والبي بي سي، انا مواطنه بحرينيه ادافع عن بلدي في ظل ازمه اقليميه كبيره، انا اطالب قبل انتهاء هذه المحاكمات حتى وقبل الإفراج عن العديد من المتهمين لربما من خلال هذه المحاكمات، أنا أدعو كل المنظمات الحقوقية التي تريد أن تعرف الحقيقة كاملة ولا تأخذها فقط من طرف واحد ولا تأخذ الخبر من، أنا أدعوهم إلى البحرين، تدعوهم إلى البحرين. أستاذة سميرة وقت البرنامج انتهى، أشكرك جزيل الشكر. Human Rights Watch دخلت إلى البحرين وعادت بتقرير، منظمة العفو الدولية دخلت إلى البحرين وعادت بتقرير وواجهت الحكومة بالحقائق التي طلعت بها. إذن إلى هنا ينتهي هذا الجزء التلفزيوني، أدعوكم لمواصلة الحوار معي الآن عبر الإذاعة ودائما على موقعنا bbcarabic.com. لكم تحياتي أنا ليليان داود، إلى اللقاء.